النشرة الإخبارية من القدس دوت كوم. أهلا بكم. وافقت الإدارة الأمريكية على المطلب الإسرائيلي بالبقاء لفترة طويلة في منطقة الأغوار الفلسطينية، فيما رفضت القيادة الفلسطينية فكرة أي تواجد عسكري إسرائيلي في الأغوار. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قدم سلسلة اقتراحات لترتيبات أمنية في المنطقة خلال اجتماعه بالحكومة الإسرائيلية أمس الخميس. اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية ظهر اليوم الجمعة باحات المسجد الأقصى المبارك، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع نحو المصلين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق. توفي الليلة الماضية رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا عن عمر يناهز 95 عاما في جوهانسبرغ، ويعتبر مانديلا أيقونة الحرية في العالم وبطل النضال ضد نظام الفصل العنصري وأول رئيس أسود لجنوب أفريقيا الديمقراطية. تبنى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الهجوم على مجمع وزارة الدفاع اليمني الذي أوقع نحو 52 قتيلا حسب بيان نشره فرعه الإعلامي، وأعلنت أن الهجوم جاء بعدما ثبت لديها أن المجمع يحوي غرفا للتحكم بالطائرات دون طيار ويتواجد فيه عدد من الخبراء الأمريكيين. اتهم نشطاء بالمعارضة السورية قوات الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام غاز سام مرة أخرى في الحرب الدائرة في البلاد، وذكر النشطاء أن قذيفتين معبأتين بالغاز سقطتا على منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في بلدة النبك شمال شرق دمشق. وأخيراً كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن تجربة ستجريها الشهر الجاري لمعدات يمكن استخدامها في تدمير أشد الأسلحة الكيميائية السورية سمية في البحر، وتعمل الوزارة حالياً على تركيب وحدتين كبيرتين لمعادلة التأثير الكيميائي تحت سطح السفينة الأمريكية كيبرايد. وصلنا إلى نهاية النشرة، إلى اللقاء.